أنا في نقطة أبو عياض، آخر نقطة في الميمنة، مسيطر على الوضع والحمد لله. شيخ خالي صواريخك شيخي، جاهزات؟ عندهم صواريخ، نضرب صواريخ. يا أبو الهجاء، يا أبو الهجاء، الإجابة بالله. يا أبو الهجاء، يا أبو الهجاء، الإجابة. يا أبو الهجاء، الإجابة يا شيخ بالله. هناك كفار تتجه باتجاه جهة دوينة، من أقصى دوينة من اليمين من هنا، كيف سلمت؟ في سيارة بيضاء فيها ست أشخاص عم تتجه من اتجاه دوين. لا ميسرة. لا ميسرة هيك صار. لا لا يا أبو غو، يا أبو الهجاء، يا أبو الهجاء، الإجابة. عبد الله تحقيق، عبد الله تحقيق، عبد الله تحقيق. الى اقصى الميمنة يا شيخ، كيف استلمت؟ والدبابة الان تنسحب يا شيخ، كيف استلمت؟ اقصى الميمنة الدبابة تنسحب الان. الله اكبر، صعبة خالص اخي، معهم جرحى وقتلى اخي. ما عند لا دبابتنا معهم جرحى وقتلى. عم يا ابو الهجاء، الاجابة. شيخي 23 يا شيخي، العدنا جيب لنا 23. معهم 23، عم يقولوا جيب لنا 23. يا ابو الهجاء، الاجابة يا شيخ بالله. استنى ارسل شيخي، ارسل. بس عم يقولوا في سيارة بيضاء لنا فيها 6 اشخاص رايحة صوب. سيارة واضحة شيخي، جيب لنا 23 شيخي، اقصى الميمنة ان شاء الله. تعامل مع الدبابة، تعامل مع الأفراد، في معنا أفراد حماس، لا خلفها، خلفها مين من وين بيصرف؟ تعامل معه بالله. انتبه راصدين الدبابة، عم اقول له تعاملوا معه. نعم تتقدم. يا أبو عبيد الشامي، يا أبو عبيد الشامي، الإجابة يا شيخ. يا ابو عبيد الشامي، ابو عبيد الشامي، الاجابه. يا ابو مهاجر، يا ابو مهاجر، الاجابه. يا ابو عبد الله الليبي، يا ابو عبد الله الليبي، ما بقادك يا شيخ نساوي. كمل كمل يا شيخ، افصل. انت بقى ما بقادك يا شيخ. تعامل ببيكا يا اخي مع المشاهد، مع الدبابه يا اخي، تعامل ببيكا. الله يا اخو الدباب هذه نبوءة غنيمة، نبوءة غنيمة بإذن الله يا اخوة. تمام يا ابو اليمان.